القصه ابتدات منذ شهرين، بعدين صعد موضوع الردع. لا بعدين اجى موضوع الردع لانه ايران لم تستجيب. لا، لانه ماكو ضمانه، لانه الامريكان صار والعالم كله يعرف هذا النظام في ايران ماكو ما عنده مجرد ياخذ مالاته ويشرد. هيك خلوا اقول لك النتيجه. اقول هذا شنو ارتباطه بالعراق هسه؟ شنو اللي صار من وضعه والردع، وبعدين من اجى كوريلا اللي هو قائد السينكوم، قائد المنطقه الوسطى، وفي امام الكونغرس وتحدث وحكى عن ايران ومشاكلها واستفزازاتها، بعدها صدرت الاوامر بدخول كل البوارج والفرقاطات الى الخليج العربي. اي قالوا لهم بانه الايرانيين ما راح يسترج للاخير يداومون، بس يقول لهم تنفس ماكو متنفس يقلبون مره ثانيه. لذلك بداوا ينفذون الخطه. استاذ نجم، تم استبدال الحرس اللي يعني الناشونال جارد اللي هو الحرس الوطني، كل القوات كانت موجوده حرس وطني تقريبا في العراق، وجابوا فرقه قتاليه معروفه بتاريخها هي الفرقه العاشره. الجميلة. هذه الفرقه نعم، هاي الفرقه مهمتها الحقيقه تسوي باك تو باك، تسند المعارضه السوريه في الحدود السوريه العراقيه وتعزل هاي المنطقه. والوفد هسه انا اتعجب من شيء، وفد راح لواشنطن عسكري هسه غير يطلع يسوي مؤتمر صحفي فيه يحكي للناس يقول هذا الحكي اللي نسولفه غلط كذب. الوفد ابلغ بمسالتين استاذي، مساله تامين الحدود ومناطق عازله على الحدود العراقيه السوريه، ويجب ان لا تتواجد مو بها بس ميليشيات، حتى افراد ما يتواجدون بها للمعلومات. والثاني انه القوات الامريكيه محميه من قبل القوات العراقيه، واذا فشلت القوات العراقيه بحمايتها من استهداف الميليشيات والضربات والطائرات المسيره فلها الحق. لاحظ هاي النقطه، هذه القوات بالرد واستهداف قاده الميليشيات. هذا اللي حصل استاذ دجم. هسه واحد يقول لك لا، فالعمليه ما مرتبطه بالتغيير السياسي، هذا الشق الثاني اللي جربك تسال عنه، هل هذا سوف ياخذنا الى تغيير سياسي في العراق؟ ممكن اناقشه انا وياك ايش راح يسوي هذا الشيء، لكن هذا كل الفكج حتى ابناء شعبنا يعرفون اللي دا يصير شنو. اذا اكو ردع لايران في البحر، اكو عزل لايران عن سوريا، يعني هذه ابو علي استاذ احمد هذا الذي انت تقول به هو المرحله الاولى مع اعطاء الفرصه للعراق لاختبار تعهداته. نعم عاشت ايدك، انت رجل واعي ولقفتها زين. نعم هذا بالجانب. بالجانب الاخر، هذه الفرقاطات وحامله الطائرات والصواريخ في منطقه الخليج عند اي حد ممكن ان تتوقف؟ وانت قلت الفرقه الجبليه العاشره جاءت الى الخليج، وتتذكر الخطاب التوديع الذي قيل لهذه الفرقه وكانها جاءت بقرار حرب، تتوقع قرار الحرب في منطقه الخليج مع ايران قريب جدا؟ شوف اكو فرق بين الحرب وبين العمليات، حتى الاخوه بالعلم العسكري يعرفون ذلك. اكو فرق انه انت تشن حرب او تقوم بعمليات. استاذ نجم تعرف شنو هذا فرق كبير مو صحيح؟ على الارض العراقيه ما تحتاج التحرب، وما تحتاج هذا النظام السياسي تجيب له فرقاطات حتى توخره، والامريكان اذا يريدون يوخرون هذا النظام السياسي وانا في المعارضه وفي الاراضي الامريكيه قلت امريكا تحمي هذا النظام وسامع الكلام انت والعراقيين سامعين من عندي من زمان. القصة السياسية بعدين راح أناقشها، لكن خليني في هذا الإطار اللي جنابك تركز عليه. هل أكو حرب لو عمليات حتى تصير واضحة للجمهور مو صحيح؟ أي أنا أقول لك هناك نوعين من العمليات أستاذ نجيب. عمليات الأولى هي التأمين، تأمين وجود القوات الأمريكية واضحة، والثاني مسك الحدود العراقية السورية وصولا إلى عزل سوريا، قلت لك لبنان وما أريد نعيد الحكي، وثم عزل إيران عن هاي المنطقة جغرافيا لاحظ. ثم تبدأ الخطة الثانية بالمسار الاقتصادي والسياسي، ثم عزل العراق تحديدا. لذلك العمليات بعد التأمين، تأمين القوات الأمريكية وبعد مسك الحدود، سوف تكون هنالك استهدافات لكل من يعبر الخط الأحمر. الخط الأحمر موضوع وبجدية، مو كلام مرسل وياخذ له فد ترند فد اسبوع اسبوعين بالفيسبوك ويروح، لا. ولذلك التدريبات اللي قامت بها هذه القوات حقيقه ليست تدريبات ضد داعش، حتى اوضح لك اياها. تدري قبل من يزون قوات يدربوها على داعش مو خصوصا قوات النخبه. هذه التدريبات تتعلق بالميليشيات وقاده الميليشيات، لان هي تعتبر الولايات المتحده الامريكيه انه قاده الميليشيات هم مسؤولين عما تحدثت انا به بشكل مباشر. لذلك استهدافهم يجب ان يكون في مسالتين، نسبه الخطا صفر راح اعيدها مره ثانيه، ونسبه الخسائر بالمدنيين صفر.